بشويش يا ابني بشويش. يلا يا حبيبي. حاضر. يلا يا حبيبي. حاضر حاضر. ثانية واحدة. مش شحنتني خلاص؟ مش شحنتني؟ حالا وخارجي ودخلي وشعت إنا. يا سيدي ودني هتتخرم، هنطلع على الهوا بسرعة. فضل يلا. اتفضلي. يلا أعوذ بالله. يا كشتمر الميك اب بتاعي كويس؟ اوكي اوكي يلا جاهزة جاهزة يلا يلا اتفضل. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من هنا الحقيقة. الحقيقة الأسبوع اللي فات كنا بنمر بأحداث ساخنة جدا، ولذلك الحلقة النهاردة هتبقى على صفيح ساخن. الحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن نبوية تمساح اللي شغلت تفكيرنا الفترة اللي فاتت. إيه هي؟ نبوية تمساح دي بتعمل ايه؟ بتشتغل ايه؟ بتتصرف كده ليه؟ عملت لنا الحقيقة ارهاب في حياتنا الفترة اللي فاتت. بس احنا للأسف الحدث المؤسف اللي حصل وهو السطو المسلح على بنك وقتل أبرياء، وكل ده وراه امرأة اسمها نبوية تمساح. أرجوكم يعني ياريت لو في حد عنده أي معلومات يساعد الشرطة ويبلغ الداخلية فورا. بمناسبة الداخلية بقى، إحنا بعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم في موضوع برضو مهم وساخن، وهو الشرطة النسائية، ما لها وما عليها. انتظرونا بعد الفاصل. الإعلانات كلها شبه بعضها، إيه ده؟ عملت لكم بقى سندوتشات يا بنات، هتاكلوا صوابعكم ورا. يا شامبو، خف على البنات، معدتهم إيه؟ هتترجرف زي الكيس البلاستيك، هو أنا هذبحهم على العيد يا وليا؟ يا ست هانم، خليهم ياكلوا ويتبسطوا. اقعدي يا سمحة معانا اتفرجي على البرنامج بتاع انتصار عبد الحق، ده هتتكلم النهاردة عن نبوية التمساح. أنتِ عارفاها؟ آه طبعًا عارفاها. يعني سمعت عليها. وايه رايك فيها؟ والله يا انسه شرف ما حد عارف الست دي حكايتها ايه، وهي فعلا اللي بتعمل كل ده ولا مظلومه وبيتبلوا عليها؟ مظلومه وبيتبلوا عليها؟ وانت مالك بتدافع عنها قوي كده ليه؟ لا لا، هو هدافع عنها ليه؟ يا قريبتي يعني ولا كانت من بقيه عيلتي؟ اتعشيتي يا شامبو؟ يا ست هانم اللي يعيش معاكي برضو يبات جعان. الحمد لله. اهو الفصل خلص، اسكتوا بقى لما نشوف انتصار هتقول ايه. علو علو علو. علي عدالة. علي أمانة. ريموت يا عدالة. رغم اقتناعي بعمل ريموت يا ماما. بتعلو يا بنات. الا اني اعترض بشدة على عملها في مجال الشرطة. وبالرغم ان الشرطة النسائية نجحت في بعض الدول المتقدمة، الا انها فشلت فشل ذريع في مصر. لان الشرطة غير طبيعة المرأة المصرية، مختلفة خالص. المرأة المصرية تشتهر بأنوثتها ونعومتها ورقتها وإنها مرهفة الحس، وكذلك غير مؤهلة إنها تشيل مسدسات أو مدافع أو إنها تطارد المجرمين والخارجين على القانون وإنها تركب موتوسيكلات. ولذلك أنا أناشد وزارة الداخلية إنها تشيل الميزانية المخصصة للشرطة النسائية وتدعم أي فرع آخر في الشرطة، شرطة البريد مثلا. يا نهار أبوكي أسود، ده أنا هخلي وقعتك سود. حد يجيب لي الطبانجة. الطبانجة هدولي التليفون. حد يجيب لي التليفون. هدولي التليفون. جيبوا لي نضارتي. شوفوا لي نضارتي فين. نضارتي فين؟ نضارتي في ايدي، نضارتي في ايدي، نضارتي في ايدي. شوفوني نمرتها. أنا مش شايفة، أنا مش شايفة. حد يقول لي النمرة، اطلبوا لي النمرة. اطلبوا لي نمرتها. اطلبوا لي نمرتها. اعملها بس يا ماما. اطلبوا لي نمرتها. أنا هعمل إيه؟ أنا هبهدلها بس مباشر، هشفلها بقعها. اديله بقى يا ماما يا جامدة. ألو. ومعانا اتصال من الشيخ زايد مدام نور، نقول ألو، ألو. أنا مش مدام نور، أنا قلت كده بس عشان أدخل معاكم على الهواء.
ليه يا مدام نور؟ احنا اي حد معدي بيدخل على طول. اهلا وسهلا حضرتك، القناه بتاعتنا قناه حره، اللي عايز يدخل يقول اي راي يتفضل. اهلا بيكي، بس هليك بس تودي التلفزيون شويه. لا انا مش هودي التلفزيون، انا العميده نور عز الدين ثلاث نجوم ونسر، ومدام ما بتعرفيش حاجه عن الشرطه النسائيه احسن لك ما تتكلميش عن الشرطه النسائيه. انت احسن لك تتكلمي عن الطبيخ، عن اسعار البطيخ. انت ما تعرفيش الانجازات العظيمه اللي بتعملها الشرطه النسائيه، يبقى احسن لك تسكتي خالص. انجازات وعظيمه اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ ايوه اتغمزي واتريقي يا اختي، ما هو العيب مش عليكي، العيب على اللي مسكك الحديده اللي في ايديكي. هو ده اعلام اللي انت بتقدميه ده؟ ده انت عامله زي الوليه اللي واقفه في البلكونه وعماله تتريق على اللي رايح واللي جاي. انت تعرفي انت بتكلمي مين؟ انا ماموره سجن القناط للنساء، وما يفهمش المراه غير المراه اللي زيها. انا من موقعي حققت انجازات ما قدرش يحققها زميلي الرجل اللي مسك السجن قبلي. انا السجن بتاعي بيتضرب بيه الامثال في الانضباط والالتزام. الناس عندي بيخرجوا صالحين بعد ما بيتم تهذيبهم. صالحين وملحين. صالحين ازاي يا مدام نور؟ حضرتك ده اللي بيخرج من السجن بعد اسبوع بيرجع تاني. غلط غلط، وبقولي للمعد بتاعك يتاكد قبل ما يرمي الناس بالباطل. على اي حال واضح ان حضرتك متزمته في رايك، ودي حاجه خاصه بيكي، بس ما انا مش مقتنعه برضو، ومتاكده ان اي شرطي راجل كان هيبقى احسن منك مليون مره. صح صح، سقفوا لها سقفوا لها. سمعتي بناتي؟ شفتي بناتي حلوين ازاي بيسقفوا لك على خيبتك؟ انت اول مره تقولي كلمه صح. زي برضو ما اي اعلامي راجل هيقدم البرنامج ده احسن منك. على فكره انت بتقدمي البرنامج ده بفلوسك وبتعملي شو بفلوسك، انت فاكره الناس هتصدقك؟ الناس بتعرف الكويس من المغرض. انا قفلت التلفزيون خلاص وحولت القناه. كلك ذوق كلك ذوق مدام نور، مع السلامه. قفلت السكه في وشي، قفلت السكه في وشي. أنا العميدة، أنا العميدة نور عز الدين، أنا العميدة عز الدين. يتقفل النور في وشي؟ أنا تقفل النور في وشي؟ أنا تقفل التلفزيون في وشي؟ أنا تقفل فين التليفون؟ أنا كتفاتي ثلاث نجوم ونسر يتقفل في وشي سكة؟ أنا دي مين دي؟ دي مذيعة دي؟ دي تشتغل إيه؟ أنصر ماشي؟ أنا تهان وأنتوا واقفين؟ وديني لافضحها في كل القنوات. اهدي بس كده يا ماما، ما انت بصراحه اديت لها ما خليتلهاش. وانا اديتها حاجه؟ انا لسه اديت، ده انا هجيب لها ضمور في لسانها. هي دي قناه دار الحقيقه؟ دي دار الحريقه، دار الفضيحه. خلاص بقى يا ماما، سيبي زمايلك يتكلموا، اشمعنى انت؟ خلاص؟ لا يا حبيبتي، دي بقت قضيه شخصيه بيني وبينها. يا ماما ما تكبريش المواضيع قوي كده، اقعدي بس اهدي الاول. اكبر ايه يا بنتي؟ ده انا اتهنت، ده انا هيبه، ده لتلات نجوم وناس. انت فاكره اهانتي دي حاجه بسيطه؟ اهانتي من اهانه وكرامه الدوله. عارفه لما وصل الموضوع للكبار هيعملوا ايه؟ مش هيسكتوا، هيبهدلوها. موبايل 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 موبايل، دوري لي على الموبايل. فين يا بنتي؟ موبايل، شوفوا تحت الترابيزه. شوفي يا بنتي، انت واقفه جايه من ناحيتي. انا بدور هنا، انت دوري هنا. موبايل، دوري يا اختي. موبايل موبايل، ايوه ايوه موبايل، شفته. الو اللواء، سيادة اللواء. ألو، إزيك سعادتك؟ نعم سعادتك؟ لا 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 سعادتك، ده هي شتمت شتمت الشرطة النسائية. ابعدوا ابعد، مش حضرتك، سعادتك سعادتك ما تبعدش، خليك قريب خالص. سعادتك هزقتنا هزقتنا سعادتك. انا كنت ماسكه لساني، والله انا لو سبت لساني كنت كلت حنجرتها سعادتك. انا ماسكه نفسي والله سعادتك، انا ماسكه نفسي. هي الوزاره هتسكت؟ لا لا مش بزعق، الوزاره سعادتك هتسكت. ايوه ايوه، لازم الوزاره لو ما اديتهاش في العالي هي هتقول وتلالي سعادتك. حاضر سعادتك، اوامر سعادتك. ايه ده؟ قفل السكه في وشي. انا مش عارفه بردانه ليه، جسمي مولع ولا بردانه؟ انا حاسه ان انا بلع بوتاجاز خمسه شعله.
يا ماما. تزعليش نفسك خالص. أنا ساكتة أهو، أنا ساكتة خالص، بس اسكتي أنتِ كمان. ادخل. صباح الخير يا فندم. أهلا سيادة الرائد. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. أنا جاي أبدي إعجابي باللي حضرتك عملتيه إمبارح في برنامج هنا الحقيقة. قصدك هنا الحريقة؟ شفت أنا عملت فيها إيه؟ أنا زنجفتها، كبيت وشها زي المشاية. بس للأسف ما عجبش الناس اللي فوق. ليه يعني؟ قال إيه؟ كان لازم أستأذن قبل ما أدخل المداخلة دي، مع إني كنت ماسكة لساني، كان الكلام محشور في ركبتي. قال إيه؟ كان لازم نتفق هنقول إيه؟ بس ده حدث مستفز جدا ومفاجئ، وكان لازم اي حد فينا يرد. والله انا قلت كده، بس تقول ايه بقى؟ معلش يا فندم، بس ده برضو ما يمنعش ان انا ابدي اعجابي بمداخله حضرتك. متشكرة يا احمد، متشكرة قوي. ويا ريت حضرتك توصلي سلامي لأنسة امانه. هي مش أنسة برضو؟ ايه هو الجو قفش ولا انا اللي لابسه تقيل ولا ايه؟ حاسه بكرشه نفس. انت كنت بتقول ايه؟ الأنسة أمانة يا فندم، الأنسة أمانة. أنسة، أنت بتسأل ليه؟ هتعمل لها رخصة قيادة؟ لا يا فندم والله، أنا يعني لما شفتها أعجبت جدا بذوقها وبأخلاقها، وده مش غريب على بنت العميد نور اللي كلنا اتعلمنا منها الانضباط. ده أنت جاي تثبتني بقى، الحكاية بقى مش معجب بكلامي. متشكرين، متشكرين يا أستاذ أحمد، متشكرين. في حاجة تانية يعني وموضوع تاني يعني عايز أخش فيه كده مباشرة. اتفضل اتفضل، شكلك هتطول، قول كل اللي في نفسك، اتفضل. أنا معجب جدا ببنت سيادتك، ويعني يا ريت حضرتك تسمحي لي إن أنا أخطبها من حضرتك. كده؟ خبط لازق يعني؟ إيه جاي تلحم كاوتش؟ ده أنت لسه شايفها من يومين. النهاردة معجب بيها، بكرة تتجوزها، بعد بكرة تخلفه. بقول لك إيه، ما تقول لي يا حماتي ونخلص. لا يعني هو الموضوع ما جاش خبط لازق يعني، انا بقى لي يومين بعمل تحريات و... نعم 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 نعم، انت بتعمل تحريات عن بنتي ليه؟ حد قال لك انها خارجه بكفاله؟ لا 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 ما اقصدش والله يا فندم، انا اسف. افندم ايه انت خليت فيها افندم؟ ده انت من شويه كنت هتقول لي يا طنط، وجاي تقول لي انا معجب بكلام. انت بتركبني المراجيح يا فدي؟ يلا يا سياده الرائد، يلا انهي المناقشه دي، لحسن تسمع مني كلام يزعلك قوي. بلاوي ليه جاي يقول لي النضاره بس يا فندم عشان الشمس بره حاميه؟ اتفضل نضارتك. تمام سيادتك يا فندم. هل جاي يقول لي كلامك عاجبني؟ جاي يعممني في وضح النهار. بلاوي مساء الخير يا عدالة. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ جهزي نفسك عشان هتسافري شرم الشيخ. شرم الشيخ؟ أيوه. ليه يا فندم وامتى؟ فندق الحر اللي هناك الشبكة فيه وقعت تماما، والإدارة اتصلت بينا عشان نبعت لهم حد. ايوه يا فندم، بس انا بس ايه؟ انت قلت مش فارق معاك الأول دور، خلاص اهو شغل وفسحة كمان. جهزي نفسك عشان ميعاد الطيارة كمان 4 ساعات، اوكي؟ ودي وقعت السودة دي يا ربي.